إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنبقى مع ما تبقى من تفسير الآية 235 والآية 236 من سورة البقرة، فإلى التفسير. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الله سبحانه وتعالى نهى هنا عن العزم، عزم عقدة النكاح إلى أن يبلغ الكتاب أجله. وبلوغ الكتاب أجله يعني انتهاء العدة الشرعية، فإن كانت المرأة معتدة عدة الوفاة فبلوغ الكتاب أجله أن تنقضي المدة المحددة وهي 4 أشهر وعشر، إلا أن تكون حاملاً فإن هذه المدة لا تكفيها إن استمر بها الحمل حتى تضع حملها، وإن كانت مطلقة فعدتها 3 قروء، إلا إن كانت لا تحيض لصغرها أو لكبرها فعدتها 3 أشهر. فبلوغ الكتاب أجله إنما يكون بذلك، إلا أن تكون أيضاً حاملاً فإن عدتها تكون بوضع حملها، وهناك يكون الكتاب قد بلغ أجله. والمراد بالكتاب هنا الحكم المفروض، فإن الكتاب بمعنى المكتوب، أي إلى أن يبلغ الحكم المحدد أجله. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وقال الزجاج المراد حتى يبلغ فرض الكتاب أجله، وعلى هذا فالكتاب هو القرآن الكريم، وفرضه هو ما جاء من حكم فيه في هذا الأمر. والقول الأول أولى لأنه لا يتوقف على الحدث، على أنه جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن الكتاب يكون بمعنى الفرض، كتاب الله عليكم، أي كتب الله ذلك كتابا عليكم. وكذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالكتاب يأتي بمعنى المكتوب، وكتب الحكم إنما هو فرضه، لأن الحكم عندما يكون مدوناً يكون أبلغ في النفوس بسبب حفظه، بحيث لا يماري فيه ممار لبقائه مدوناً مكتوباً. فلذلك عبر عن فرض الحكم بكتبه. ولا تعزموا عقدة النكاح، أي لا تنو، على رأي بعض المفسرين بناء على تفسير العزم بأنه مضمنا هنا معنى النية، ولذلك جاء معدا بنفسه ولم يعد بأعلى، كما في قول الله تبارك وتعالى وإن عزموا الطلاق، وأي وإن نووا الطلاق وإن قصدوا الطلاق. وقد يتبادر بادئ الأمر أن في هذا الحكم منافاة لما سبق، لأن التعريض لا ينشأ إلا عن قصد الرجل بأن يتزوج تلك المرأة التي يعرض لها. فإذا لماذا يقال بأنه يمنع هذا العزم مع إباحة ما ينشأ عنه من التعريض؟ ذهب ابن زيد كما روي عنه
إلى أن ما تقدم منسوخ بما ذكر هنا، وهذا القول فيما أحسب لم يوافقه عليه أحد. وقيل إن المراد لا تعقد عقدة النكاح، لا تعزم عقدة النكاح، أي لا تعقد عقدة النكاح، وإنما عبر بالنهي عن هذا العقد بذكر العزم ليكون ذلك أبلغ في النفوس، لأنه إن منع العزم على الإقدام عليه فأولى أن يمنع نفسه، أن يمنع نفسه هذا الحكم. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لأن كان النهي عن نفس العزم قائما فأولى أن ينهى عن المعزوم عليه. والذي يتبادر في هذا أن النهي هنا عن العزم على العقد في خلال الأدى قبل أن يبلغ الكتاب أجله، أي لا تعزموا، لا تنووا عقد النكاح قبل أن يبلغ الكتاب أجله، لأن في ذلك عزماً على مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. فقوله قبل أن يبلغ الكتاب أجله إنما هو متعلق بعقدة النكاح، هذا هو الذي يتبادر. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فالعقد في خلال عدة المرأة يعد عقداً فاسداً بالإجماع، لأنه كان قبل أن يبلغ الكتاب أجله، بل نفس المواعدة هي ممنوعة بين الخاطب والمرأة وبين الخاطب والولي، فليس لهما أن يتواعدا على النكاح. ولئن وقعت هذه المواعدة قبل أن يبلغ الكتاب أجله ولكن العقد لم يكن إلا بعد أن بلغ الكتاب أجله، فقد حكي عن الإمام مالك أنه قال بأنه يحب للرجل في هذه الحالة أن يطلق المرأة دخل بها أو لم يدخل بها، ما دامت المواعدة كانت بذلك قبل أن يبلغ الكتاب أجله، وإن تم العقد بعد أن بلغ الكتاب أجله. وهذا هو الذي حكاه عنه ابن وهب، وروى عنه ابن القاسم إيجاب التفريق بينهما في هذه الحالة ما دام الكتاب لم يبلغ أجله وقد تواعدا على الزواج. وحكى بعض المالكية عن ابن الماجشون أنه تحرم المرأة بسبب ذلك حرمة مؤبدة، أي إن وقعت المواعدة قبل أن يبلغ الكتاب أجله ثم بعد ذلك تم العقد فإن المرأة بذلك تحرم على التأبيد. وهذا الذي ذهب إليه أكثر أصحابنا كما في النيل وشرحه وسائر كتب المذهب، ففيها أن المشهور بأن المعاعدة تفضي إلى أن تحرم المرأة، وقال بعض علمائنا بأنها لا تحرم بذلك إن تاب، فله أن يتزوجها بعد توبته. وقال بعضهم بل له أن يتزوجها إن تركها حتى انتهت عدتها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها وانتهت عدتها، فله أن يتزوجها بعقد جديد. والقول بعدم الحرمة
هو الذي يذهب إليه المعاصرون من علمائنا الموجودين، فإنهم قالوا بأنه لا دليل على وقوع هذه الحرمة، ولا ريب أن المنع إنما هو من باب سد ذرائع الفساد وأخذ ومن باب الأخذ بقاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أما لو وقع العقد قبل أن يبلغ الكتاب أجله فلا ريب أنه عقد فاسد، ولكن هل تحرم بذلك المرأة على زوجها؟ قيل بأنها تحرم، والتعبير بالزوج هنا من باب المجاز، وإلا فالزواج غير شرعي، أي تحرم على الرجل الذي وقع زواجه بها ولو كان هذا الزواج غير شرعي. قيل بأنها تحرم عليه دخل بها أو لم يدخل بها، وهذا الذي ذهب إليه أصحابنا وهو مروي أيضا عن الإمام مالك، وقال به طائفة من أصحابه، وقالوا بأن الأصل في ذلك فيما إذا دخل بها، لأنه إن دخل بها حرمت عليه على رأي أكثرهم، فألحق بذلك ما لو لم يدخل بها. أما إذا دخل بها بعد العدة فللإمام مالك في ذلك رأيان: القول بالحرمة والقول بعدم الحرمة. والقول بعدم الحرمة رواه هو من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه جاء في الموطأ بهذا الإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرق بين طليحة، وفي بعض نسخ الموطأ طليحة الأسدية، وأنكر ذلك ابن عبد البر وقال هذه طليحة التيمية وهي أخت طلحة بن عبيد الله التيمي وليست أسدية. فرق بينها وبين رشيد الثقفي بسبب أنهما تزوجا قبل أن تنتهي عدتهما، ودخل بها وضربهما عمر رضي الله تعالى عنه بمخفقة ضربات، وقال: أيما رجل نكح امرأة في عدتها فنكاحهما باطل، فإن كان لم يدخل بها فتتربص إلى أن تنتهي عدتها ثم يكون بعد ذلك واحدا من الخطاب، وإن دخل بها فرق بينه وبينها وتربصت إلى أن تنتهي عدتها ثم تعتد من الثاني 3 قروء ثم لا يجتمعان أبدا. فهؤلاء أخذوا بهذه التفرقة المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هنا. وإن دخل بها فالمروي عن عمر رضي الله تعالى عنه والتفريق بينهما وأنهما لا يجتمعان أبدا كما ذكر في هذه الرواية، وقد ذهب إلى ذلك أكثر علماء المالكية وهو أشهر الروايات عن الإمام مالك، وروي عن الشافعي في قديمه وهو قول الإمام أحمد بن حنبل في المروي عنه، و هو قول جماعة من أهل العلم، وانتصر له الباجي في المنتقى وقال بأن أحكام عمر رضي الله تعالى عنه كانت تنتشر في الأمصار، وقد روي ما روي عنه هنا من القول عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولا مخالف لهما من الصحابة، فكان ذلك مع عدم النكير عليهما بمثابة الإجماع. وهناك قول آخر، وهذا القول
أخرجه من أخرجه عن علي وابن مسعود من الصحابة وعن طائفة من التابعين ومن بعدهم، وهو الذي ذهب إليه الشافعي والليث والأوزاعي وآخرون. هذا القول هو أنه لا يمنع من أن يتزوجها من بعد بعقد جديد، ولكن اختلفوا متى يكون ذلك، فهل تتربص عدتين غير متداخلتين بحيث تنتظر إلى أن تنتهي عدتها من الأول ثم بعد ذلك تتربص عدة أخرى، وهذا هو قول الشافعي والليث وأحمد وإسحاق وجماعة آخرين، أو أنها تدخل عدتها في العدة الأولى، وهذا القول مروي عن الإمام مالك وروي عنه خلافه، فقيل تنتظر عدتين، لا بد من أن تتربص إلى أن تنتهي عدتها من الأول ثم بعد ذلك تعتد من الثاني، وقيل بتداخل العدتين هنا، وتداخل العدتين مبني على أن الزوج الأول إن كان طلقها فإنه لا يحل له أن يراجعها في خلال عدته منها بعد أن باشرها الثاني، وقيل بأن هذه المراجعة إنما امتنعت نظراً إلى هذه المباشرة الواقعة، ولكن بما أن من حق كل واحد منهما أن تكون له عدة فلا بد من أن تتربص عدتين. هذا، وقد روى ابن عطية بسنده الذي جاء من طريق ابن عبد البر عن مسروق أن عمر رضي الله تعالى عنه تراجع عن هذا الحكم، وهو حكم تأبيد التحريم، ولكن لفظ الذي رواه عن عمر رضي الله تعالى عنه لا يدل على ذلك، فإن المروي عن مسروق أن امرأة قرشية تزوجها رجل أسدي في عدتها، فجلدهما عمر رضي الله عنه وفرق بينهما و جعل عدتها في بيت المال، فبلغ ذلك عليا فقال يرحم الله أمير المؤمنين ما للصداق وبيت المال، فسئل عن رأيه في ذلك فقال لها الصداق بما استحل من فرجها، أي يجب عليك الصداق ولا جلد عليهما، أي لأجل الشبهة الحاصلة، وتتربص إلى أن تنتهي عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني، فإن شاء كان واحدا من الخطاب، فإنهما جهل السنة وعلى الإمام أن يردهما إليها. فلما بلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال ردوا الجهالات إلى الحق، أو كما قال، ولكن ليس هو صريحاً في إباحة أن يتزوجها بعقد جديد من بعد. وعلى أي حال فإن التشديد في هذه المسألة إنما هو مبني على الاحتياط، لأن العلاقة الزوجية علاقة مقدسة يجب أن لا تشابه بأي ريبة من الريب، ويجب أن تكون مبنية على النزاهة من أول الأمر. ونجد فيما جاء في القرآن الكريم وفيما جاءت به السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم
سد الذرائع، ذرائع الفساد في كثير من الأحكام، ويؤخذ من كثير من هذه الأحكام ما ذكر من قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولذلك منع الإرث عمن قتل، بل جاء الحديث بمنع الإرث عن القاتل سواء كان القتل عمدا أم خطأ، وما ذلك إلا لسد باب الفساد لئلا يتسرع الناس إلى استباحة أشياء قبل أن تباح لهم، وإلى أن يمتلكوا الحقوق التي لم يتحق لهم ملكيتها بعد. فكذلك ما هنا إنما هو مبني على هذا الحكم أو على هذه القاعدة، وما احتج به كثير من أهل العلم من أن ذلك لا يعد أن يكون من باب النكاح بعد الزنا، وقد انعقد الإجماع على جوازه، هو مردود بأن منع ذلك روي عن طائفة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهو مروي عن عائشة أم المؤمنين والبراء بن عازب وابن مسعود وغيرهم، ولا يمكن أن ينعقد الإجماع على ما يخالف رأي هؤلاء، فإن كل من هؤلاء قال كما روي ذلك في كثير من الدواوين في كثير من الكتب: أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا. فلا يمكن مع صدور هذا القول عن هؤلاء الأخطاب من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يكون الإجماع منعقدا على خلاف ذلك. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام التي فيها اعتبار لما في نفوس العباد من الميل، أتبع ذلك سبحانه هذا التحذير إذ أخبر عباده بأنه عليم بما في نفوسهم، فعليهم أن يحذروه، ومعنى ذلك أن عليهم أن يتقوه. وقد أباح سبحانه وتعالى ما أباح من التعريض رحمة منه بالعباد، وإلا فالأصل يقتضي منع ذلك، ولكنه سبحانه جعل هذه الإباحة بهذا الأسلوب الخفي الذي لا مصارحة فيه بالمراد من أجل التخفيف عن هذه النفوس. فعليهم أن يتقوه وألا يسترسلوا مع رغبات نفوسهم، لأنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. واعلم أن الله غفور حليم، فهو سبحانه وتعالى من أجل مغفرته لعباده تجاوز عما لو أراد لآخذهم به، وهو هذا التعريض الذي بين أنه سبحانه قد رفع الحرج عنهم فيه، وذلك من باب غفرانه لهم من باب التخفيف عنهم. وهو سبحانه وتعالى حليم لا يعجل في مؤاخذة عباده بما كسبت أيديهم. وقد يعرض هنا سؤال، وهو أنه عز وجل اختتم الآية التي قبل هذه الآية بما ذجلها به من إخبارهم أنه خبير بما يعملون، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل ما يصدر من العباد من الأعمال، وهو يعلم ببواعث هذه الأعمال التي تصدر عنهم مما وقر في نفوسهم. أولا يكفي ذلك
عن ما ذكره تبارك وتعالى هنا من أنه عليم بما في نفوس العباد، وما ذكر من بعد من أنه تبارك وتعالى غفور يستر ما يصدر من العباد من السيئات، ويتقبل توبة التائبين منهم، ويتجاوز عما ألم بنفوسهم مما لا يقدرون على دفعه، وحليم لا يعجل عليهم العقوبة، فلو شاء لعجلها، إذ هو سبحانه وتعالى يمهل عباده من غير أن يهملهم، وبسبب حلمه لا يؤاخذهم مؤاخذة سريعة، وإنما يؤخرهم إلى أجل مسمى. أولا يكفي ما دجلت به تلك الآية لإثارة الهيبة وتربيتها في قلوب العباد، مع مراعاة جانب الرجاء ليتوازن في نفوسهم الخوف والرجاء. والجواب عن ذلك بأن هذا لا يعد تكراراً بحال من الأحوال، إن الذي ذكر هنا إنما هو إنباء عن علمه سبحانه وتعالى بما في طوايا النفوس، وإنباء أنه بجانب هذا العلم غفور لألا يهمل الإنسان نفسه بعد أن يقع في السيئات، وإنما عليه أن يتعجل التوبة وأن يرجع إلى الله، إذ باب التوبة مفتوح لهم. وحليم يقبل توبة التائبين من عباده ولا يعجل عليهم، فلا يعد مثل هذا تكراراً، على أنه قد يتكرر في القرآن الكريم بعض المعاني بألفاظها. فالله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن كرر فبأي آلاء ربكما تكذبان، مع أن ذلك لا يعد تكراراً، لأن ذلك تقرير إثر ذكر كل نعمة من النعم. وكذلك نحوه قوله سبحانه فويل يومئذ للمكذبين، وقد جاء ذلك متكرراً في سورة المرسلات، ولا يعد ذلك تكراراً لأن المقام يتطلبه عندما ذكر إثر كل ما يتلاءم مع ذكره من الخطاب. فهذا لا يعد تكراراً، مع أن العبارة اختلفت بين التذييل الذي كان في الآية السابقة والتذييل الذي في الآية اللاحقة، وبينهما أيضاً بعض الاختلاف في المعاني، لأن ما ذكر أولاً قد يكون أعم من حيث اللفظ، وما ذكر هنا فيه شيء من التفصيل، فإذا لا يعد ذلك من باب التكرار. وهذه الأحكام المذكورة في هذه الآية الكريمة والآية التي قبلها تتعلق بعدة النساء، أما ما ذكر في الآية التي تقدمت فهو متعلق بعدة النساء المميتات، أي اللاتي توفي عنهن أزواجهن. ثم ذكر بعد ذلك حكم عام في هذه الآية الكريمة يشمل المميتات وغيرهن، فما ذكر من قبل يشمل المميتات، وهو التعريض، يشمل المميتات والبائنات بينونة كبرى، وما ذكر من بعد من منع أن يعزم الإنسان عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، إنما هو في جميع أصناف النساء المعتدات، سواء كانت هذه العدة عدة وفاة أو كانت عدة طلاق، وسواء كان هذا الطلاق رجعياً أو كان طلاقاً بائناً. ولئن امتنع العزم على عقدة النكاح في المميتة وفي المطلقة البائن، فأحرى أن يكون ذلك ممتنعاً
في حال عدة المرأة عندما تكون مطلقة طلاقا رجعيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والسداد، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه، ونسأله التوفيق لكل خير والوقاية من كل سوء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعي الأعزاء، كنا مع تفسير الآية 235 من سورة البقرة، وما تبقى من تفسير الآية 236 من سورة البقرة سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم، لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.